أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. دعا النائب مضر الكروي لاعتماد مبدأ التوازن لإيقاف ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية إلى 20%. وقال الكروي إن أسعار المحاصيل الزراعية ارتفعت إلى 20%، ما أثقل كاهل العراقيين الذين يعاني 30% منهم تحت خط الفقر، مؤكدا بأن دعم الإنتاج الوطني بات ضرورة وضمانا لأن تكون الأسعار عادلة ومنصفة. وأشار الكروي إلى أن اعتماد مبدأ التوازن يجب أن يراعي ضخ كميات من المحاصيل المستوردة وفق نسب محددة للسيطرة على ارتفاع الأسعار مع انخفاض تدفق الإنتاج الوطني في سد احتياجات الأسواق في كل المحافظات دون استثناء. ومع تصاعد حدة الاتهامات، قال وزير الزراعة الحالي محمد كريم الخفاجي إن الحكومة لم تفتح الباب لاستيراد أي منتج زراعي ما عدا محصول الطماطم. وأكد الخفاجي أن المادة 21 في الموازنة منعت استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية، وعلى الجهات المعنية عدم التساهل بإدخال المحاصيل الممنوعة من الاستيراد عبر المنافذ الحدودية. وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي كشف في وقت سابق عن السماح باستيراد 3 أنواع من الخضار لمواجهة ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية في العراق. قال النائب فاضل جابر إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني بعد قرار خفض سعر الدينار أمام الدولار. وأضاف جابر بأن زيادة سعر صرف الدولار ولد أزمات اقتصادية كبيرة وارتفاعا بأسعار المواد الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدا أن الحكومة لم تولي اهتماما بقطاعي التعليم والصحة رغم الأزمة الاقتصادية، ما دفع المواطنين للجوء إلى القطاع الخاص. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة إلى 245,000 برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي. وبحسب تقرير إدارة الطاقة، فإن الولايات المتحدة استوردت خلال الأسبوع الماضي 245,000 برميل، بزيادة 88,000 برميل يومياً عن الأسابيع السابقة. وأشارت الإدارة إلى أن أكثر الاستيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بأكثر من 3,400,000 برميل يومياً، تليها المكسيك بمعدل 635,000 برميل يومياً، والأكوادور ثم السعودية بمعدل 258,000 برميل يومياً. تراجع سعر نفط خام البصرة الخفيف بينما ارتفع خامها الثقيل قليلاً في تعاملات البورصات العالمية. وبحسب بورصة دبي، فإن سعر النفط البصرة الخفيف المورد لآسيا انخفض إلى 62.78 دولارا للبرميل، في وقت سجل سعر خام البصرة الثقيل ارتفاعا بنسبة 0.37% ليصل إلى 60.38 دولارا للبرميل. يأتي هذا بينما سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 62.58 دولارا للبرميل، ومزيج مربان الإماراتي 61.37 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 61.63 دولارا للبرميل. فوض صندوق النقد الدولي بزيادة موارده بواقع 650 مليار دولار بهدف تقديم المزيد من الدعم للبلدان التي تكافح جائحة كورونا. وأكدت المديرة العامة للصندوق كريستيانا غورغييفا أن زيادة احتياطات صندوق النقد الدولي أو صندوق النفط تعد الأكبر في تاريخه، مضيفة أن هذه الخطوة من شأنها مساعدة الدول الأكثر فقراً وتلك التي تعاني من ركود اقتصادي عميق بسبب الوباء وتحتاج إلى الحصول على ملايين الجرعات من اللقاحات وإدارتها. ختام الموجز، إلى اللقاء.